السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وفي حليوات ديال العيد. اليوم جيتكم بواحد الحلوة اللي هي باردة وكتجي رائعة 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 رائعة، وما كتاخدش منها شي وقت بزاف. دغيا كتوجد وبجوج ديال المكونين اللي هما رئيسين فيها. كيفما ما نطولش عليكم، وقبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تشاركونا مع الاصدقاء ديالكم وحبابكم لتعم الفائده. نبداو على بركه الله. بسم الله. ونبداو على بركه الله. اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه هذه، غادي نحتاج جوج ديال المكونات. غادي نحتاج الكوك، انا هنا خديت 300 غرام، وغادي نحتاج الحليب المحلى، هذا المحلى نسلي. صافي هذا هو اللي غادي نحتاج. وغادي نحتاج هذا المول، هذا اللي كيكون بحال هكا مستطيلات. اولا دابا نوريكم الطريقه كيفاش نديروا لها الا ما كانش عندكم هذا المول. هذا خليكم معايا. صافي دابا غنبدا ندير نسلي وانا كنشوف. صراحة كتجي سهلة وكتجي بنينة، منقولش لكم عليها. غنزيد غنبقى بحال هكا حتى نشوف القوام ديالها ولا متماسك. دابا غادي ندير بيدي باش نشوف واش نزيد واش ننقص. ودائما الكوك يكون من نوعية جيدة ضروري. تكون بحال هكا يعني مزيان، غير خصنا نكونو دخلنا فيها لبسناها بالكوك مزيان نعركوها مزيان، مخصناش. صافي دابا من بعد ما شفتو هيا لبستها مزيان هنايا، شوفو كي ولات كتعطيني طوع كيما شكلتها، هاهي كتشكل يعني هنا. صافي بارك عليها النسلي. انا سليت ديا ونرجع ليكم. دابا تقريبا هذا الحك ديال النسلي بقى ليا منه واحد شي شويه، تقريبا قيمت شي 3 المعالق هو اللي شاط ليا منه. ودائما على حسب النوعيه ديال الكوك هي اللي كتحكم علينا. دابا غادي نشد واحد الحريبلات بحال هكا وغادي نلبسهم لهاد المول هكا هكا. نحاول ما نخليش الفراغات باش منين نديمو ليها تكون هي هذيك بحال هكا. صافي نبقى بحال هكا. واللي ما تيتوفرش على هاد لي مول ديال السيليكون بحال هكا، غادي تشدو غير بلاستيكه عاديه وغادي تطلقوها بحال هكا. غتشدو تحطو البلاستيكه وغتقرصوها غديروها على شكل مربع. صافي وغادي تقادوها مزيان وغادي تدخلوها الكونجيلاتور. من بعد ما غادي تلج وغتقطعوها على هاد الشكل ديال المستطيلات. يعني ماشي بالضروره الا ما عندكمش هذا المستطيل ما غنخدموهاش، لا راح كتجي بنينه. انا غادي نبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. من بعد ما غنلبسها كلها للمول ونرجع لكم باش تشوفوا شحال خرجت ليا هكا من حبه. من بعد ما غادي نلبسها للمول غادي ندخلها تقريبا للثلاجه. الا ما كنتوش مزروبين بها دخلوها للثلاجه،
كنتو مزروبين بها، غادي تحطوها في الكونجيلاتور واحد 10 دقائق حتى ل 15. مهم الشكل اللي تشوفوها ديمولات ليكم دغيا، يعني الشكل اللي غتشوفوها ديمولات ليكم دغيا، يعني هنا صافي راه كتكون سهله ان نديموليوها ونزينوها ان شاء الله. من بعد ما نكمل ونرجع لكم للتتمة. وها هي دابا من بعد ما ساليت انا لبستهم للمول، تقريبا خرجت ليا هنا خرجت ليا 20 حبه، ولكن لانهم شي شويه هاد المستطيلات شويه كبار، يعني كتعجبني انا الحلوه هادو سيغ شويه البارده تكون شويه كبيبره شويه شاده في راسها. صافي انا دابا غندخلها للثلاجه حتى نحس بها شدات مزيان في راسها، ولا ما شداتش دخلوها الكونجيلاتور واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، من بعد تخرجوها باش نزينوها بالشوكولا. ما تخليوهاش تلج بزاف، ضروري ما تخليوهاش تلج باش ما تطلقش لينا الماء. دابا غندخلها من بعد ما تشد في راسها ونرجع باش نوريكم الشكل ديال التزيين ديالها. ها هي من بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقه دابا غادي نديمو ليهم شوية هكا، كيبغيو واحد شوية ديال الخاطر صافي، وكنقادوهم هكا. شوف الشكل ديالهم كيجي مفيني ومقاد، نوري هكا وكنعاودو نفينيهم كيف ما كتشوفو معايا باش يجينا الشكل ديالهم بحال هكا. نستمر بحال هكا حتى نكمل نوريكم بعدا باش نطولش عليكم الفيديو. هنا دوبت السكلاط كحل، درت تقريبا شوكولا عادي غير بديل الشوكولا، دوبتو مع شويه ديال الزيت. دابا غنشدها هكا ضروري هكا، صافي. وغادي حطيت انا هنايا واحد هذاك الورق ديال الفرن، صافي وغادي نحطها فيه هكا. نعاود معكم وحده غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بحال هكا نكمل هاد الكميه اللي عندي ونرجع لكم للتتمه. انا دابا ساليتو كامل من الشكلاط، دابا هاد الشويه اللي بقى ليا ديال الشكلاط الكحل غنزيد فيه وحده بيضه وغادي نذوبو. هو باش غادي نزكزاكي غندير واحد الخيوطه باش يبان غير واحد الشويه ديال الفرق ما بين الشكلاط الكحل وهذا اللي غادي نزوق به، غير واحد الشويه ديال الفرق. انتما غتشوفوا معايا. ومن بعد ما دير داب درتو في واحد البوش صافي، وغادي نكمل بحال هكا. غادي نكمل بحال هكا هاد الكميه كلها اللي عندي ونرجع من بعد ما تشد فراسها مزيان نوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا بحال هكا غادي نخليهم حتى يشدو فراسهم مزيان، غادي نشدهم غادي نحيدو لهم غير هاد الزوائد هادو، تقريبا غنفينيهم من الجنب صافي، وغنقدمهم بالصحه والراحه كما كتشوفوا معايا. الشكل ديالهم صراحه كيجي غزال والمذاق ولا اروع.
تل هنا استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.